انا ليواني ولا انت اللي وينك بعدي؟ انت انا يا على عيونك قديش لك ما جيتي لعندي انت. اه بجي لعندك؟ لا حبيبتي انا عم بجي لعندك وكثير كمان، بس حضرتك ما عم تقعدي بالبيت لك عم طابط لك القعده عند الاكابر. نعم ليه جايه لعندي هلا فضيتي؟ تضربي شو شرشوحه؟ لك خليكي اكابر شوي، هيك الناس بتستقبل ضيوفها تطرقي. عم بضحك معك امزك، عم بضحك. لا ما بحب المزح انا. اصلا انا عاوزتك بشغله ضروريه ضروريه. خير شو هي الشغله الضروريه الضروريه الضروريه؟ بدي اتعلم وصير دايه. نعم ستي شو قلتي؟ ما سمعتك. ايه امسكي مثل ما سمعتي، بدي صير دايه. انكسر ظهري من شغل العشيه، بعدين مو كل البيوت بدهن عشيات يعني، وانت بتعرفي الحال. طيب قولي لي شلون بدك تتعلمي كارت دايه؟ يو شلون بدي اتعلم؟ تاخديني معك وقت بتكون وحده حبله وبدها تطز وتولد. ايه مو تكرم عيني، لكان كل ما صار عندي ولاده باخذك معي ان شاء الله بتتعلمي. يلا خلي لي اياكي يا امسكي. فوتي 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 قولي لي شو في اخبار. فوتي يا حبيبة قلبي، إذا بدك الأخبار ما في غير خبر واحد، هو إنه خاطب طلع من الحبس. تدري تدري وقال قاتل هذا الدرك قياما وقعودا. يي لو تشوفي أهل الحارة كلهم عم يحكوا بهالقتلة. لك آخ آخ إلهي بشوف فيهم لهالفرنساوي. يا رب الله كمان يسمع زكي. منك إلهي الله يسمع منك. شو عندك كمان قولي؟ لك هلأ قومي عملي لنا فنجان قهوة، ولا قلك لا عملي لي كاسة عصير توت خليني روق دمي شوي. إيه مو على عيني، تكرم عيونك يا عمزكي. تكرم عيونك يا فوزية. الله يرحمه ويلحق فيها. خود خود عود لقلك. هيك الواحد بيغني ما بنزل ما بنزل يا دادا ما بنزل إلا بحلق الماس، والماما تفصل تفصل والبابا يحاول يشتري. يا عليكي كتر الدلال يا حلوة انزلي، ما بنزل ما بنزل يا روحي ما بنزل ما بنزل ما بنزل يا خيطو ما بنزل ما بنزل ما بنزل وين راحت ما بنزل. أهلين وسهلين لك بهالقامة وبهالعين، رحت لبيت عصام قام قالوا لي إنه نزلتي على بيته. إي والله. تفضلي تفضلي مالك غريبة ما تأخذيني عم بشرب. لك شو عم تعملي؟ أنت قاعدة لحالك والله أنا بخاف عليكي. لك أخي عم زكي قلت لحالي بدي شق على البيت وبعدين بدي اخذ نفس، مالي خلق على الخنقه، بيت عصام مخنوق قد دياله قد الكمشه. قلك دغري؟ والله الحق معي، انا بدي افهم شلون هالثلاث ضرايب منحوشين بهالبيت دحش. منيح اللي اجيتي ام زكي، بدي اخذ شورك بشغلي. ولا لا 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 ان شاء الله الف مبروك يا فريان. يوه على شو الف مبروك يا ام زكي؟ قلت لك بدي اخذ شورك بشغلي، ما قلت لك وافقت؟ وليش حتى ما توافقي دخلي؟ بعد الكبره يا ام زكي. يعني كيف ريال جيبي مراي وطلعي بوشك بتلاقي حالك ورده مفتحه لساكي عروس. انا لساتني عروس لك ام زكي؟ شو عم تاكلي بعقلي حلاوه؟ انا بدي اكل بعقلك حلاوه بس حرام عليك تضلي لحالك يا اختي، خدي سهر بيت. يو والله لطفيه قالت لي نفس الكلام. ها شفتي بنتك كمان خايفه عليكي مثل حكايتي، عم تقول لك تجوزي. بعدين وينك ابو النار؟ رجال مقدر وظريف وكبير حالته. اي والله ابو النار مسموعياته طيبه كتير وبالمكفى انه زعيم. طيب ليش عم تمانعي لك؟ ما بعرف بيرضى هو انه يكون صهر بيت. لا بهالقصه هي بدكم تبعتوا له خبر، اذا وافق وافق، اذا ما وافق بيكون اسمه ونصيب. بعدين يا عليكي انا بدي اشوفك مغندره محمره مبودره مكحله، مو مثل ام كنه وحده لا بتطلع ولا بتفوت من بيتها. خلص وافقي ولي. نوبتي نوبتي خلاص فريان لك وافقي ولي يا عليكي. تفضلي امسكي تفضلي. الله يزيد فضلك الهي. ليش هيك حكيتيني قدام الجماعه؟ لكان شو؟ كنتي رح تموتي الولد يا فانو، ولد لسه ولدان جديد حدا بيضربه على راسه بيضربوه على ظهره،
مشان اذا في بتمه شيء بينزل. ايه انا شو بيعرفني؟ بعدين الجماعه ما حكوا شيء الحمد لله. إيه لانه الولد الحمد لله ما صار له شيء. إيه بس كرموك منيح مزكي، خزيت العين من عينك. ها 55 إيه. الحمد لله عطوني كل شيء. ايه الله يرزقك الهي ويكتر الولادات ويكتر خيرك لانك عم تعلميني الصراحه. لا تقبريني، هذا واجبي، تكرم عيونك كتر خير الله. يخلي لي اياك يا مزكي. شو رايك تاكلي لك معي لامي؟ امري لله. ليش شو طابخه؟ عامله فركه بطاطا من امبارح. يا عيني، روحي سخنيهم وجيبيهم. تكرم عيوني. وين كتار ولا لا؟ يعني ماشي الحال. جيبيهم كلهم وجيبي لك عصرة ليمونة خلينا نعصر. لك مو على عيني، تكرمي تكرمي تقبريني. الله يرضى عليك إله. بتنامي؟ ايه عم راحت طلبتها. ومن ايمتى هالحكي يا مزكي؟ يعني من يومين ثلاثة. ليش ما خبرتيني يا مو؟ هاي خبرتك يا مو، شو بتقدري تعملي؟ شلون شو بقدر اعمل؟ صايم عصام، يعني شو بدك تعملي؟ الزلمة بده يتجوز على سنة الله ورسوله. تقبريني جميلة، لا تزعلي مني خالتي. ايه يا أختي، هذا رأي أم بشير، بدها تجوز ابنها مشان تفرح له شي ولا. وانتي شو قلتي له يا مو؟ قلت له تجوز. هيك بتقلي له تجوز؟ شو بدي قل له يا مو؟ أصلا هو ما كان عنده خبر. ما كان عنده خبر؟ لا، أم بشير راحت طلبت نعمة من ورا ظهره. يعني هو ما بده؟ ما بده يا مو، ما بده. بس بتعرفي بشير ما بيطلع عن طوع أمه. يبعت لك الهالكة يا أم بشير، يبعت لك الهالكة. رح تعمل ابنها مرمطة بالحارة للرايح والجاي. لك شلون بتعمل هيك؟ هذا رجال يا لطيف عليها هالام بشير، الا بالفصل وفصل. الله يصلحها ويهديها. لا امزكي، قولتك ام ظافر بتعطيه؟ لك يا اختي بسلامه عرفك، ام ظافر ما لها راي، ما بتبت الموضوع، الراي كله لابو ظافر. هلا ابو ظافر عم يفكر وبعدين هو بيبت بالراي. شو قلت ابو بدي؟ لك يا فوزية الله يرضى عليكي، التقليص بده مصاري. ما بدك تحسن جيبتك، أنا بدي حط من تعبي، بدي غير البلادي وبدي جيب مالقي للمطبخ. شو يعني بس يعني؟ استهدي بالله شوي، إلا ما الله يفرجها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أنت ما دخلك. صحيح، عرفت لي شيء إذا أبو ظافر رد له خبر لبشير؟ خبر شو؟ لك مو أم بشير خطبت بنت أم ظافر لبشير من ورا ظهره. شو هالحكي؟ معقول يا البشير هذا رجال مرة بتمشيه؟ والله فكرتك دريان. لا والله ماني دريان. شو هالحكي هذا؟ معقولة أم تروح تخطب لابنها من ورا ظهره؟ لازم تاخذ اذنه بالاول، تخبره انه بدها تخطب له، بعدين تروح تخطب له. بس هيك تروح تخطب له بالباب للطاب من دون ما تقول له. ايه ولا يا خلينا نعرف نسلك هالنقمة بقى. صحتين. ما في داعي تخبره، لا ما في داعي. جايب لك بحمى رح تروحي لزبوناتي. شبه أنا امزكي بلشتي تغاري مني؟ العين تطرق على ايش؟ على ايش بدي غار منك؟ ايه انا معلمتك حدا بيضرب ولادي؟ لك يا هبله، لك ما شفتي صوتها لوين؟ ما شفتي زعيقه؟ هي ولاده، هي موجوعه، بدها تزعق، بدها تعيط، بدها تعمل كل شيء. وينك؟ تعي لعلك. هلا انت مجنونه ولا هلا جنيتي؟ لا بقى بدي اخذك معي ولا بقى بدي اعلمك هالكار. خلص خلصنا. شبه أنا امزكي بدي اياكي تفهمي علي، انا ضد عقلي لعياط. لعياط وليش عم تعيطيها؟ لك ما عم عيط، ما عيط، بس افهمي علي، انا اي وحده بدها تعلي صوتها بدي اضربها واحولها. لا سامعوا، ما منه خواص لك سعاد، والله ما منه خواص. درالي هيك حتقضي كل عمره معتله معه. يا لا قامتي على الحظ اللي لها لهالبنت. لك هي ما بتسر لك، ما بتحكي لك. بلا ابن عمي ما لها مبسوطه ابدا، اليوم بالزور بعتها. اليوم راحت مش الحال ولي مش الحال. العمل لك قاعد كاتم على نفسها، كاتم على نفسها، عم يحسب عليها النفس اللي عم بتنفسه على أرض الديار وسط تطلع. إيشوها؟ شو العيشة؟ ما عم بفهم. طول بالك تقبرني، طول بالك أنت، المهم ما تعصب. أشهد أن لا إله إلا الله. ابن عمي شو رأيك ناخد بيت لمعتز؟ إيه لا معتز والله صار لازمه، لازمه اللي ناخد له. بس خايفة إذا أخذنا له بيت يتجوز الثالثة. إيه لا وكلي الله سعاد بيعملها ما بيعملها؟ بيعملها أخوه عملها وأبوه عملها يا بعدي. لك وخايفة إني أعملها لك سعاد؟ خايفة يتجوز عليك؟ عمل اللي بدك يا تجوز ثانية وثالثة ورابعة، مرجوعك لعندي لعند سعاد. أبدا أبدا. أوه يا بنات الأصول، أوه يا زهرة بكل الفصول، أوه ويا حسب ونسب، أوه ويا زينة بنات كل العرب.